حلو جدا، يلا بينا بقى نضيف للسكر والميه المنكهات اللي عندنا النهارده، اللي هي عباره عن قرفه وقرنفل وكمان بشر البرتقال. لما نبشر البرتقال يفضل ان احنا ناخد الجزء الخارجي خالص بتاع البرتقانه علشان ما نغوطش على الجزء الابيض اللي هو تحت القشره البرتقاني، ده بيبقى فيه مراره. تمام، هناخد الجزء اللي بره بس. يلا